أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع دكتور محمد عبد التواب بشار. مساء الخير يا دكتور محمد. السلام عليكم. دكتور محمد، في تساؤلات جات لنا في برنامج دار الطبيب بشكل كبير بتقول إن بيبقى شخص بيعاني من قلق وفزع مستمر، ابتدى يتكرر معاه ويبقى بشكل متزايد معاه في اليوم، لدرجة إن هو ما وصلش كده وبس، ابتدى يعيق الحياة اليومية عنده، ما بيقدرش يروح شغل، ما بيقدرش يقعد مع أسرته، ممارسة الحياة اليومية عنده بقى موضوع صعب. عايز اعرف من حضرتك، هل تكرار القلق والفزع عند المشاهد او عند المريض بشكل عام نقدر ساعتها نجزم ان هو مريض نفسي؟ والله حضرتك، هو الناس فاكره ان القلق ده مرض او مشكله كبيره. هو القلق ضروري في الحياه، لان انا لو قلقان بنسبه طبيعيه هبتدي اشتغل كتير، هبتدي احاول اعمل مستقبل اولادي، احاول ازود دخلي عشان اعيش حياه كريمه. لو قل القلق جدا الانسان بيفقد الهدف وبيبتدي كيرلس وبيبتدي ما يشتغلش كتير وبيبقى خلاص مش مهتم وحياته ماشيه بلا اهداف. لو زاد القلق بقى عن الاطار الطبيعي وبدا يعيق التركيز ويعيق الحياه اليوميه، في الحاله دي لازم احنا ندخل. القلق والتوتر، امتى المريض يقول انا عندي قلق او توتر؟ لو اعاقه عن حياته الطبيعيه، سواء العمل، سواء علاقته الأسرية، سواء حياته المجتمعية، أصدقائه. في الحالة دي لو القلق زاد بيبقى في الحالة دي ممكن يخش أو يدرك تحت الحالات النفسية، لا تعقل إلى درجة المرض النفسي. كلامنا في الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع أنواع القلق. عايز حضرتك زي ما ذكرنا إن إحنا نشرحها للسادة المشاهدين، حضرتك ذكرت لي نوع اسمه الأجوروفوبيا ونوع اسمه اضطراب الهلع وأنواع كتير من القلق كمان. عايز اعرف من حضرتك، عشان اي مشاهد بيتفرج علينا دلوقتي قد يكون عنده بعض من الاضطرابات النفسيه، ايه المعايير اللي على اساسها نقدر نحدد كل اضطراب من دوره وكل نوع منه؟ طيب هنبتدي بالاجوروفوبيا. الاجوروفوبيا معناه ان انا بلف في اطار معين، بيتي، شغل، نادي مثلا او الكافيه، بفضل الف في الاطار ده مش عايز اخرج منه. في ناس، في عيان جالي ساكن في سبورتنج، هو كبير في السن شويه، مع الكلام معاه اكتشفت انه بقاله 20 سنه ما راحش محطه الرمل او اي مكان تاني. هو متقاعد طبعا في بيته، في النادي، الكافيه اللي هو بيقعد عليه، كلهم جنب بعض، الرميه، سبورتنج، بيلف في دائره مغلقه، ولو خرج بره الدائره دي بيشعر بتوتر وقلق نفسي شديد، لدرجه ان ابنه كان شغال. انا طبعا قصه انا شفتها، ابنه كان شغال في دبي وكان نفسه يعيش معاه وكان نفسه يبقى معاه، بس الحاله ياخد مره تانيه، حتى الزياره مش هتنفع. طبعا بتعيق الحياه وبيبقى طب ده ليه؟ يعني ليه ما بيخرجش بره؟ بيفقد شعوره بالامان لما يخرج بره الدايره. اللي هو توقعه ايه اللي هيحصل؟ وطول ما هو في الدايره دي، لا انا في الامان ومفيش حاجه هتحصل، وانا عارف الشوارع وعارف الناس وعارف الاريا دي، فانا محاط بنوع من انواع الامان. لما اخرج بره انا مش عارف بقى ايه اللي هيحصل. ده بيبقى تفكيره، او في العقل الباطن بيبقى ده تفكيره. وده بتتعامل معاه ازاي يا دكتور؟ بنبتدي بطريقه اللي هو التدريب. طيب مش ينفع اول مره اقول له سافر دبي، ابتدي معاه طب وسع الدايره شويه، طب ابتدي، طب روح مكان تاني. فكره الاقناع نفسها ان ده يعني ان حته الغير، عدم انعدام الامان بره الدايره دي، ازاي بتوصل له الفكره دي ان ده مش موجود اصلا؟ على فكره اللي عنده اجوروفوبيا بيبقى عارف ان ده مش موجود، بس لا، بس بيبقى زي نوع من انواع الوسواس او القلق او عدم الامان بيبقى جواه في العقل الباطن. انما هو لو كلمت معاه بطريقه عاديه يقول لك لا هو مفيش حاجه، بس انا بتوتر وبقلق اول ما بطلع من الاطار. ما بقاش متظبط. طب باقي الانواع يا دكتور؟ بالنسبه لاضطراب الهلع او البانيك اتاك، ده في صوره زياده في النفس، صعوبه في التنفس، توتر شديد، صعوبه في التركيز او التعامل مع الاخرين. طبعا في وسائل كثيره للحمايه منه، زي الادويه اللي بتعالج التوتر واضطراب النفس، ده نوع من التوتر، ولكن نوع اكستريم او نوع عالي جدا، ويجي فتره قصيره، يعني مثلا 5 دقائق 10 دقائق. بننصح المريض في الحاله دي او الحاله في الحاله دي انه بيجيب زي كيس وبيبتدي يظبط تنفسه بطريقه منتظمه، او ما التنفس ما بيظبط بيبتدي بقى حاله البانيك اتاك دي بتقل، وبيبتدي المريض يرجع لحالته الطبيعيه. وهي فتره بتبقى فتره 5 دقائق 10 دقائق، هي لو بتتكرر بتبقى عذاب للمريض، بس حلها سهل. خليني اسالك سؤال، هو معتقد موجود عند المشاهد المصري بشكل عام،
بيقول ان الادويه اللي بياخدها المريض النفسي هي ادويه ادمان او هل انها تحت تندرج تحت المخدرات، وان المريض النفسي الطبيب بيعالجه. انا بنقل لك الكلام بشكل مبسط، ان الطبيب بيعالجه عن طريق استخدام بعض من المخدرات بس مش بيعالج المرض. عايز اعرف تعليق حضرتك على الكلام ده. هو حضرتك الكلام ده مظبوط ومش مظبوط؟ بمعنى الكلام ده مظبوط لان لما بتتكلم في الثمانينات والسبعينات كان الحاجه المتاحه امامه هو المهدئات والمنوعات، ما كانش كده. كان الجيل الاول من العلاج النفسي. لما نقدر نتكلم في الجيل الرابع بقى بيشتغل على هرمون معين، بيشتغل على كيمياء معينه، ما فيهوش مخدر، هو داخل يظبط هرمون وطالع، داخل يظبط كيمياء وطالع، مش يعني للاسف، بس طبعا مش للاسف، هو ده كان متاح في ذلك الوقت. ما كانش الابحاث، على فكره ابحاث المرض النفسي والعلاج النفسي تطورت بصوره رهيبه، والدول الاوروبيه وامريكا مركزه عليها بطريقه رهيبه. احنا دلوقتي بنتكلم في الجيل الرابع، الجيل الرابع حاجه ثانيه سبيسيفيك قوي. هو عارف هو ده خصوصا في مصر يا دكتور، يعني نقدر نقول الاطباء النفسيين في مصر قادرين على علاج المرض النفسي ومش تاجيله؟ هم قادرين. وبعدين انا كنت عايز اتطرق لنقطه مهمه حضرتك اتفضلتها او ذكرتني بيها، ان المرض الوحيد اللي ما ينفعش مثلا يعني تخرج فيه بره اقول لك لا ده انا هروح مصحه في سويسرا، لازم الدكتور يبقى من نفس ثقافه المريض، من نفس المجتمع بتاعه، نفس العادات والتقاليد، نفس اللغه، لازم يكون في سهوله في التواصل، لان لو هو من بيئه مختلفه مش هيفهم اي حاجه، هيبقى في صعوبه في التواصل، في التواصل ما بين الطبيب والحاسب. فده المرض الاساسي، حتى لو كان الطب متقدم بره، طبعا متقدم بره عندنا، بس ده المرض ده لا، لازم تكون لازم يكون الطبيب من نفس الثقافه، نفس الثقافه والمجتمع والتقاليد والعادات والطريقه والديانه برضو او اللغه، كل يكون من نفس البيئه، يكون من نفس، فهو هيبقى فاهم، يعني اسف اتفضل، لان هو طب انا هضرب لحضرتك مثال بسيط. لو جت مثلا واحده من الريف، واحنا كلنا بنعتز بالريف، ولكن يعني الثقافه بتبقى اقل شويه، كلمتني عن ان في سحر او شعوذه بتتعمل لها او بتاع، ما بتخشش في علاقه المرض النفسي، لان هم عندهم معتقداتهم، ده معتقدات. انما لو جت استاذ جامعيه وقالت لها انت عامل لي سحر، الحاله دي لا، هي في مشكله، لانها مش طبيعتها او مش بيئتها انها تفكر كده. دكتور محمد، عايز اسال حضرتك سؤال، هل في بعض المرضى النفسيين بيظهر عليهم الاعراض العضويه للمرض النفسي، ولا المرض النفسي ما بيكونش له اي اعراض عضويه؟ لا تمام، حضرتك اصبت نقطه مهمه جدا. في بعض الاعراض العضويه بتظهر نتيجه للمرض النفسي. زي ايه؟ بيسموها سايكوسوماتيك ديزوردر، او اضطراب عضوي نتيجه لاختلال نفسي. زي الصداع الشديد، بنسميه صداع قلق، زي اضطراب في المعده، زي اضطراب في القولون، القولون العصبي اللي بنقول عليه، زي زياده في العرق والافرازات اللي هي بتشيل المشكله اللي عنده. طبعا المرض العضوي مرتبط بالمرض النفسي من الناحيتين، ساعات امراض عضويه بتؤدي لامراض نفسيه، ساعات ما امراض نفسيه بتؤدي الى ايه؟ مشكله عضويه. هندي امثله، طبعا عندك الغده الدرقيه مثلا، لو زادت قوي بيبتدي الانسان، الهرمون طبعا بتاعها اللي هو التستوستيرون، بيبتدي الانسان يبقى عصبي جدا، تعامله مع الناس صعب، بيبقى فيه شويه عدوانيه، فيبتدي الناس يقول لك لا 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 ده عنده مشكله نفسيه، لا هو الهرمون زائد جدا على الحد، والهرمون ده بيسبب توتر وبيسبب شده وبيسبب تعامل صعب. مجرد ما نظبط الهرمون ده الموضوع بيرجع، الموضوع بيرجع لطبيعته. ده المرض العضوي اللي بيكون له صوره نفسيه. اما المرض النفسي اللي بيؤدي لمرض عضوي، هو ما بيديش المرض العضوي، بيؤدي الى حاله من حالات المشاكل العضويه، زي قرحه في المعده، زي قولون عصبي، زي الامثله اللي احنا قلناها من شويه. يعني ممكن المرض النفسي يصيب المريض بقرحه في المعده؟ ايوه طبعا، مع الضغط الشديد. طيب خليني افهم بس من حضرتك بقى، من وجهه النظر الطبيه، ازاي بيقدر المريض النفسي او الشخص المصاب بمرض نفسي بيأثر على ان هو يظهر عنده عرض زي القرحه في المعده؟ يعني ده بيحصل ازاي؟ ايه وجه الترابط او التلامس ما بينهم؟ المعده تعتبر سنسيتيف قوي للهرمونات اللي موجوده في الجسم، وتعتبر سنسيتيف برضه للكيمياء بتاعت الجسم عامه. مجرد ما الكيمياء ما تضطرب ويتعرض الانسان لضغط نفسي شديد، ويتعرض لضغط عصبي شديد، بيبتدي المواد الكيميائيه اللي في المعده اللي هي الجدار المعده بيبتدي يقل شويه، وبالتالي الحامض اللي موجود اللي هو الاتش سي ال اللي موجود في المعده بيبتدي يهاجم جدار المعده، بيبتدي بقى لانه بالنسبه له هي
بروتين برضه، لان ده نوع من انواع البروتين في الجسم، بيبتدي يهاجمها ويبتدي يؤدي في الجسم. يعني انا افهم من حضرتك ان المرض النفسي بيسبب اختلال في الهرمونات اللي بيؤدي للعرض العضوي، صح كده؟ طيب خلينا ننتقل لجزئيه اهم من الموضوع ده برضه، موضوع الاطفال اللي بيصابوا بمواقف صعبه في حياتهم في الطفوله. هل ده بيؤدي لحتميه اصابتهم بالمرض النفسي لما يكبروا، ولا نقدر نقول ان ده لا، مش معنى ان شخص او ايا كان الموضوع اللي تعرض له كظرف صعب ان هو مش هيصاب بمرض نفسي لما يكبر؟ بص حضرتك، هي بتخضع لكذا معيار. واحد الورم انفايرمنت، لو هو اتحط اتعرض لضغط نفسي شديد وقطر، بس بعد كده اتحط في بيئه محيطه بهو كبير، بيئه جميله، بيئه فيها حب، فيها حنان، فيها راحه نفسيه، لا في الحاله دي بيحميني من المرض النفسي. وفي حاله ثانيه لو انا عندي الجين اصلا وتعرضت لضغط نفسي شديد، ممكن ابقى معرض للاصابه بالمرض. فالحالتين دول، لو انا انسان طفل طبيعي وتعرضت لمشكله، بعد كده ما عنديش الجين، بعد كده دخلت في مجتمع ورم انفايرمنت، معامله كويسه، العوامل البيئيه المرتبطه بيه كويس، البيئه والجين، البيئه بقت جميله، الناس بتحبه، والده ووالدته مهتمين بيه، ايا كان الضغط اللي اتعرض له بيبتدي يختفي تدريجيا، وبيبتدي تاثيره بيتلاشى مع نهايه المراهقه وبدايه السن الشباب. يعني لو قدرنا ان احنا نقدر نحدد نسب لاحتماليه اصابه الشخص بالمرض النفسي، نقدر نقول ان العامل البيئي بيلعب فيها كام في طبعا العامل البيئي بيلعب نسبه كبيره، لان الضغوط العصبيه هي اللي بتظهر المرض النفسي. انا ممكن زي ما قلت لحضرتك يبقى عندي شيء معيش عمري كله من غير ما اصاب بالمرض النفسي، لان حياتي سهله وميسره وما فيهاش مشاكل. ممكن يبقى عندي جين واصاب بالمرض بمنتهى السهوله نتيجه لان انا تعرضت لضغط نفسي جين. بس في كل الاحوال ما فيش مرض نفسي مش موجود جين له. لازم يكون محمول على جين. ودلوقتي وصلوا في امريكا ان هم بيعملوا خريطه جينيه للامراض النفسيه، وبيبتدوا يطلعوها ويبقوا عارفين ده اذا كان معرض ولا مش معرض للمرض النفسي. يعني طب سؤال عشان برضو اكون فاهم من حضرتك، يعني نقدر نقول ان الولايات المتحده دلوقتي وصلت ان انا لو ارزقت بطفل جديد او بقى عندي بيبي جديد، ان انا اقدر اقول احتماليه اصابته بالمرض النفسي او لا؟ بالظبط، يعملوا له خريطه جينيه. طب ده ممكن يوصل لنا بعد قد ايه يا دكتور؟ لا على فكره مصر متقدمه جدا في الطب النفسي. اي يعني احنا عندنا الامكانيه ده؟ الامكانيه المعمليه مش موجوده، بس احنا نقدر نشخص المرض عن طريق خريطه جينيه. بمجرد ما تتوفر خريطه جينيه في مصر، ولا اعتقد هيبقى قريب، هنقدر نشخص المشكله النفسيه اللي عند الطفل حتى لو سليم مرتب. بمناسبه ذكر حضرتك لموضوع التشخيص، كتير من المشاهدين وانا شخصيا بنبقى واخدين صوره عن الطبيب النفسي ان في بعض الاسئله اللي بيسالها للمريض بيقدر على اساسها يعرف اذا كان هو عنده مرض نفسي او لا، وفي نفس الوقت بيحدد المرض. ممكن نعرف الاسئله دي بتكون زي ايه؟ بص حضرتك، وانا بتابع اسلوب جديد شويه في التعامل مع المريض، انا بسيبه يتكلم براحته خالص لحد ما يخلص كل الكلام ويهدأ نفسيا تمام، وابتدي اسال على اسئله انا ناقصه في كلامه، مش انا ببتدي معاه بالاسئله. يعني مش هقول له لا انت مثلا، بمعنى في اطباء هقول له في طبيب اول ما اخش انا عندي انا متضايق، طب بتنام كويس ولا لا؟ لا ما بنامش. طب شهيتك اخبارها ايه؟ طب حياتك عامله ايه؟ لا انت وحش وحش وحش، ادويه كويس. انما لو انت فضلت تسمع المريض هتلاقيه غطى 90% من الاسئله بتاعتك، ما بقاش ال 10%. لما تساله هل هو هيجاوبك يبقى انت غطيت 100%. لان انت لو بدات بالاسئله انت هتغطي اسئله في دماغك، انما مش هتبقى عارف هو بيعني ايه. لو سبته يتكلم براحته هو من نفسه هيغطي لك كل الاسئله اللي في ذهنك، وتبدا بعد كده انت تكمل المعلومات اللي ناقصاك بالاسئله اللي فاضله. دكتور محمد، انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا مستمتعين معايا باللقاء مع دكتور محمد عبد التواب رشوان. فاصل ونواصل.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع الدكتور محمد عبد التواب رشوان. في الفقرة دي هنتكلم عن أزمة بتواجه الشعب المصري كله بل العالم أجمع، وهي فيروس كورونا. طبعاً كلنا كشعب عارفين إن فيروس كورونا أو الأزمة دي حملت عندنا حالة عامة من الاكتئاب ومن الفزع والهلع والخوف على أقرب الناس لينا. ده طبعاً سبب بعدم الاستقرار للحالة النفسية لجموع الشعب. هنحاول نواجه الموضوع ده وهنستغل وجود دكتور محمد معنا ونعرف ازاي دكتور محمد نقدر نتعامل مع الازمه النفسيه او اضطراب الحاله النفسيه للمواطن المصري في ظل ازمه كورونا، وبالاخص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك عارف لما تيجي تمسك الموبايل او تيجي تشوف على اي وسيله من وسائل الميديا بيتصدر كم من الاكتئاب رهيب جدا لكتير من الشعب، ازاي نقدر نواجه الموضوع ده؟ هو سؤال جميل جدا. هو حضرتك عشان نقول بس أزمة كورونا ازاي نواجهها، لازم نصنف المجتمع على ثلاث فئات. تمام. شخص طبيعي، شخص مصاب بالاكتئاب او التوتر، شخص عنده وسواس قهري. اخطر انسان معرض للمشاكل النفسيه او الاضطراب في هذه المرحله من المرض هو الانسان عنده وسواس قهري للنظافه. في حاله عندي وصل بها الامر ان هو بيقعد تحت الشرب 6 ساعات و7 ساعات، موسوس جدا بالبراسيم، مش قادر يجي العياده، حالته النفسيه سيئه جدا، اتصل معايا تليفونيا دايما وانا ما بتاخرش عنه طبعا، فده اكتر واحد متعرض للمشكله. بالنسبه للانسان اللي عنده اكتئاب ده بيزيد طبعا الاكتئاب عنده، فانا بنصحه طبعا التواصل مع اي طبيب نفسي، الطبيب النفسي اللي متابع معاه، وانه في الحاله دي بنزود الجرعه شويه عشان نتفادى ان هو يخش في اكتئاب عميق او اكتئاب شديد اللي بيحتاج لتطورات. اما الشخص الطبيعي هو الشخص اللي نسبه القلق او التوتر عنده طبيعيه، بيخاف من المرض بس في حدود المعروف. بننصحه باتخاذ بس اللي هو الحذر والاسلوب الوقائي اللي بينصحوا بيه في التلفزيون واللي بينصحوا بيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. يبتدي يتعامل مع الامور بجديه، الموضوع مش بسيط طبعا. هو احنا مش عايزين نخوف الناس، لان هو اصلا على حسب احصائيات احنا بنقراها اليومين دول ان نسبه او عدد المرضى اللي ماتوا من التدخين خلال الشهرين اللي فاتوا اكتر من عدد المرضى اللي ماتوا من كورونا. كمان اضعاف. وان دور الانفلونزا العادي برضه نسبه الوفيه في حاجه، بس مشكلة ان الفيروس كورونا ده شديد العدوى والمعصاب الظاهره في العالم. لما اعلن ظهور حضرتك في برنامج دار الطبيب جالنا تساؤل كتير على السوشيال ميديا بسبب ازمه كورونا وفيروس كورونا الموجود في المجتمع المصري. في ناس ابتدى يجي لها صعوبه في حياتها اليومية، بقت دايما مش قادرة تشيل الموضوع من دماغها، دايما التفكير بتاعها بيكون في الموضوع ده. عايز اعرف من حضرتك ازاي نقدر نطمن السادة المشاهدين في الموضوع ده، وازاي نقدر نخليهم يناموا مرتاحين على الاقل نفسيا. هو بص حضرتك، هو الموضوع ليه شقين، شق علمي وشق ديني، على فكرة فعلا شق ديني لازم يبقى. هو لازم الواحد بعد ما يعقلها طبعا، بعد ما تتخذ الاجراءات اللي هي تحميك، لازم تسلم امرك لله وتقول توكلنا على الله وكل يسلم لنا. بس مش معنى كده ان انا ما اخدش الشق العلمي، ان انا اقرا كتير عن المرض، اعرف وسائل الانتقال واطمن نفسي، اتفرج على الميديا او على السوشيال ميديا، في معلومات هامه جدا في السوشيال ميديا هتطمن الناس. بس مشكلة الناس يعني انا بلاحظ ان هي اتقلب الموضوع يعني نكت وسخريه وتخويف وهلع في الفيسبوك، وده مش مناسب. انت لازم تاخد المعلومه من مصدر موثوق بيه، من مجله طبيه، من بيبر طبيه، من اي حاجه تعرف المعلومه بالظبط، وده متوفر على فكره بس الناس للاسف ما بتعرفوش. دكتور محمد، خليني اكلم مع حضرتك عن شخص سوي بيكون حياته طبيعيه ما فيهاش اي اعراض لمرض نفسي، بيمارس حياته بشكل طبيعي، بس في ظل ازمه كورونا ابتدى يظهر عنده الاضطرابات النفسيه زي صعوبه النوم اللي اتكلمنا عليها في السابق، زي القلق المتزايد المستمر. الشخص ده نقدر نتعامل معاه ازاي ونطمنه؟ هو كلام حضرتك مظبوط، لان فعلا نسبه المشاكل النفسيه والحالات النفسيه وليس الاعراض النفسيه اللي احنا متفقين زادت جدا في الاسابيع القليله الماضيه، سواء في مصر او في العالم على فكره. مش هنحس الخوف الشديد حول الانسان لانسان موسوس، انسان خائف، انسان مش مطمن على نفسه وعلى اطفاله وعلى بيته وعلى اسرته، فبدا يتصرف بتصرفات مش طبيعيه. بس برضو انا بحب اكد ان ده بيخش في اطار حاله نفسيه وليس مرض نفسي. مجرد الحاله النفسيه تختلف عن المرض النفسي، حاجه مهمه جدا يمكن الناس ما تعرفهاش، ان الحاله النفسيه بتبقى بسبب، ومجرد زواج سبب الحاله بتروح. يعني بعد انتهاء ازمه فيروس كورونا الحاله النفسيه ترجع لطبيعتها تماما، لان هو السبب زي
مرض نفسي بيبقى بدون سبب، او حتى لو السبب اتغير برضه بيبقى مرض. دكتور محمد، خلينا اتفق معاك ان السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي في تصدير او قولبه حاله الفزع من فيروس كورونا. مظبوط. عايز اعرف من حضرتك، هل مثلا نقدر نحدد ساعات معينه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عشان ما نوصلش لموضوع الاضطراب النفسي؟ هل نقدر نقول ان في مصادر معينه نسمع لها ومصادر ثانيه لا؟ لان بالاخص ان الوعي مش موجود عند الشعب المصري في حته مصدر الخبر او مصدر المعلومه. فعايز اعرف من حضرتك ايه اللي نقدر نعمله في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وحضرتك اصلا لو دخلت على فيسبوك هتلاقي ناس منزله بوستات عن معلومات وليس لها اي مصدر. عشان استقي معلومه من فيسبوك او من الانترنت او من السوشيال ميديا لازم اعرف مصدرها ايه، مجله طبيه، بحث مرصود طبي، منظمه الصحه العالميه، اي مجال من المجالات الموثوق فيها. انما ان انا استقي معلوماتي من مجرد شخص كتب معلومه وقال وحتى ذكر المصدر بتاعها مصدر غير موثوق منه، يبقى انا هعذب نفسي على طول. على فكره السوشيال ميديا حتى بعد انتهاء ازمه فيروس كورونا ان شاء الله على خير، انصح الناس انها ما تستخدمهاش كده لانها تصل في حياه لدرجه الادمان وبيبقى ادمان صعب. دكتور محمد، احنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، الفقره الجايه فقره السوشيال ميديا، الفقره كلكم مستنيينها، تساؤلات واستفساراتكم وصلت لنا، هنستغل وجود دكتور محمد معانا وهنجاوب على كل استفساراتكم، انتظرونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع دكتور محمد عبد التواب رشوان. الفقرة دي فقرة السوشيال ميديا، استفسارات وصلت لنا، ودكتور محمد نتمنى ساعة صدرك معانا ونجاوب عليها تحت أمرك. الحالة الأولى معانا عماد عبد الجواد. مساء الخير، بحس بالخوف والقلق من المرض والموت بصفة مستمرة. ذهبت لطبيب نفسي ووصف لي أميبرايد 50 والمشكلة قلت عندي إلى حد ما، وذهبت مرة ثانية لنفس الطبيب ووصف لي سيريوكويل 25 مساء وديباكين 500 نصف مساء ونصف صباحا، واستمريت 3 ايام فقط واشعر بتوتر اكتر وخوف ووسواس ملازمني، تنصحني بايه يا دكتور؟ مساء الخير يا عماد. انا بس حابب اقول لك ان اللي انت بتعاني بيه ده نوع من انواع الوسواس القهري، بس طبعا الوصف اللي انت بتوصفه ده بسيط جدا. في ادويه طبعا ظهرت مؤخرا بتبقى متخصصه في هذا الوسواس القهري، انها بتشتغل على كلمه المخ فيما يختص بالوسواس القهري. انصحك في دواء اسمه سيروسات، وده بيبقى 12 ونص او 25. الدواء ده افكتيف جدا وبيجيب نتيجه ممتازه، انصحك ان انت تاخده وان شاء الله هتتحسن. الحاله اللي بعديها منى الجزار. بعد اذنك عايزه الاقي علاج لقله التركيز والذاكره، لان تركيزي بينتهي بسرعه، دايما بحس اني مش مركزه طول الوقت زي المنفصل عن الواقع، وما عنديش اي مشاكل عضويه، ارجو الافاده. ضعف التركيز ده بيبقى ليه اسباب كثيره من ضمنها القلق والتوتر. علاجه بسيط جدا، احنا في مواد مغذيه للجسم او منشطه العقل زي الجينجو زي الاوميجا 3 و 6 و 9 اللي دكاتره كده بتوصفها، وفي دواء هو بقاله مده طويله مستخدم والناس كلها بتثق فيه، وهو بيبقى اركاليون بتركيزاته المختلفه 200 او 400، لكن انا انصح طبعا 400 بيبقى قوي شويه، انا بنصح انه الاركاليون 200 بيبقى كافي وبيؤدي لنتيجه ممتازه. الحاله اللي بعديها هندي كمال. مساء الخير، لو سمحت يا دكتور، انا بعاني من الوسواس القهري وباخد نافرونيل 25 مللي جرام وسيروكسان 25 مللي جرام واقراص منومه، هل العلاج هيكون فعال وكافي ومدى العلاج بياخد وقت قد ايه؟ وشكرا. المشكله الوحيده اللي بتقابلنا طبعا العلاج يعني طبعا المشكله الوحيده اللي بتقابلنا في الامراض النفسيه او في المشاكل النفسيه او في العلاج، العلاج بياخد وقت طويل
لحد ما يبتدي العيان يشعر بالفرق، يعني حوالي اسبوعين ثلاثه. للاسف في يعني بعض الناس بتبقى فاكره ان مجرد ناخد حبايه خلاص هتحسن، لا، هو عشان تظبط كيمياء المخ لازم بيبقى تراكمي في الدم، يفضل المستوى الدواء يعلى 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 لحد ما يبقى يصل الى درجه العلاجيه او درجه فعاله في مقاومه المرض، بيبقى على مستوى الكيمياء المظبوطه في المخ، وده بياخد من اسبوعين لثلاث اسابيع. ولكن برضه العيان بيتحسن اول يوم، ده ما بيصلش لدرجه تحسن الدم الا بعد فتره من اسبوعين لثلاثه، وكل ما بتزيد الفتره كل ما بيتحسن اكتر لحد ما نبتدي يصل الى قمه التحسن، ونبتدي بعد كده نقلل الادويه بطريقه تدريجيه ويعود لحياته الطبيعيه، وفي بعض الاحيان برضه بندي حاجه وقائيه عشان ما نكررش المشكله دي. دكتور محمد، احنا كنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك، وبشكرك جدا على المعلومات القيمه اللي استفدت بيها شخصيا وللساده المشاهدين. ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقه النهارده من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناه الصحه والجمال. انتظرونا في حلقات اكتر ومواسم أفضل كل يوم 4 الساعة 11 مساء. دمتم بصحة وسلامة، تصبحون على خير. طبيبك عندنا.